دامكم متيمعين خالي. شفت شلون يا استاذ؟ قلت لك هذا طالب مو صاحق يسولف باشياء غريبه، لازم يتعالج. لا يمكن ما يحتاج علاج، يمكن يحتاج تاديب. صاج كنا يبي الطق. اكو طالب يلبس جنطه كشته وهذا كاب حارس مدرسه. يا جماعه ايش قاعد تقولون انتم؟ طق ما طق شنو؟ وليد فيك يا ولد، استحنا وجهك. نادي الاستاذ وليد مطيح ميار معاي من اول المدرسه، قله ادب انت. هذا مشكل يا اخي، انا الحين هذا خامس مدرسه اوديه وليه الحين يسوي سوالف؟ هذا يحتاج تاديب. يلا ضحكنا وتغشمرنا وهاي. يلا من تتكلم جد الحين؟ الجد انك تنفصل من العام الدراسي. لا يا ابله، الحل مو انه بينفصل، الحل ان نعاقبه بالواجبات، نزيد على الواجبات، خليه يتعقد مش اسمه واجب. هذه الاشكال ما ينفع وياهم الا العقاب القديم، اولد عقاب. وشنو العقاب القديم؟ تفسخ جوتيك ودلاقك وتجحيش. الصبر يا هو حالك بالصبر. 25 26 27 28 29 30 31 32 لا 31 32 اوه ضيعني، لازم اعيد من الاول. 1 2 عشان مره ثانيه تحترم مدرسينك. 34 تقى يا استاذ. انا هذا اعطيتكم اياه دياي، ابيكم تردوا لي اياه عظم. افرد. وانا حاليا قاعد اوثق هذا العقاب عشان احطه على الشاشات بالمدرسه. عشان مره ثانيه لا تستعبط، وانا كلمك تقول عاقب ابوي، ابوي يابني متاخر. يقول يقول عقب ابوي. لا لا طول بالك، انت ريال مريض، انت ريال مريض، طول بالك. استريح استريح. بقوم اتق. لا لا قاعد قاعد هنا. حاج احترم نفسك، احنا مدرسه مو بفوضى. انا اطق لين رديت البيت كمل عليه يا جماعه.